ار على فيديو جديد او رياكشن جديد الدراري. ما الدراري غنعدلو واحد الرياكشن على كيفاش قدموا البارح كينغز ليغ الياس الملكي الدراري فوسط شو عدلوا الواحد شو اللي برامو الدراري خرافي انهم قدموه وسط الملعب. واحد حاجة الدراري بغيت نوضحها وبزاف. شوف هادشي هذا رجعت كنشوفه مؤخرا هذا في الويب وماشي غا شوية بزاف. رجعت كنشوف الدراري رجع فيهم الحسد لواحد الدرجة اللي ميمكنش فهمت الدرجة اكثر من الدرية. تخيل كأن صحاب ذا زمان اللي كنا كنعرفهم وباقي لحد الان كنعرفو الصاد كدير شي حاجة في حياتك الله يسهل عليك شابت الله يسهل لك ابرو دراري هكا كنعرف هادو ما الدراري فهمتو فلان واخا يكون ما عجبوش الحال من جهتك الله يسهل لك ابرو فهمتو فلان ولكن من داخل ديالو خصو ينافس ماشي يحسد ولا يحقد عليك. دابا شنو البلان اللي رجعنا كنشوف اول حاجة الدراري مقوة بنادم ما عجبوش البلا اللي درت البارح على هذا الكونتنت هذا ديال الياس الملكي كاني نظهر زعما ابل شنو دار فيها كامل الدراري ان زيد اخر فيديو غتجبروها الابل ديال ما بين الياس الملكي وبيكي ماشي في هذا البلان هذا. المهم كان واحد ابل الدراري ريفايز الياس الملكي وبيكي الدراري ما عجبهمش الحال كاني هضرت على الياس الملكي كانهم شراف في المغرب ومدخل واحد فريمون واحد شوف زاد على اللاب ستريمينغ المغربي الدراري لحقاش هاد البطولة هادي ولا مثلا باش تدخل لا راه خصك تكون واحد ستريمر اللي هارب وهاد البطولة هادي اهم حاجة عندها هي الدراري النظرية ديالها ولا مثلا اهم حاجة عندها هي تجيب ستريمرز من العالم كامل وديك ستريمرز هما اللي يكون عندهم واحد الايكيب ديالو يعني ستريمر هو اللي كيكون موقف ولا مرقص على الايكيب ديالو باش تكون واضح وحتى هو بعد ساعات كيدخلوا يلعب لكن حاضر فهمتي مثلا ملي كتجي داك 1 في 1 هو اللي كيدخل يعدل ولا مثلا ملي كيجي شي بينالتي هو اللي كيدخل يماركي فهمتوا بلان. المهم واحد القوانين عندهم في كينغز ليغ اللي في شكل ما علينا. البارح الدراري انا دويت بصفه عامه على الياس الملكي وعلى البلان بنادم زول لي ابوني. المهم انا اصلا هادشي ما كيهمنيش راه ديجا وقعات بزاف ديال الحاجات خصوصا كتوقع في التراكات ديال الراب باسا كنجبر محيدين عندي 10 ديال لي زابوني علاش كتجبر كنقول داك الرابور هذاك راه ما كنتيش في المستوى ديالك ولا داكشي ناقص هاني يوم ما كنهضرش حقاش عندي عادي شنو والله حيت داك لي زابوني انا اللي جبتهم شنو والله ماشي كنمشي عند بنادم نقول له عافاك او انا باش نكونوا واضحين بلانو ما فيها الدراري البارح فيديو ديال الياس الملكي 10 ديال الناس زوروا ابوني. شوف هادشي هذا الدراري ماشي ما كيهمنيش ولكن اللي خلاني نستنتج حاجه واحده وهاد الحاجه واحد استنتجتها حتى ملي دخلت للراس ديال الناس اخرين شنو كيقولوا شوف شكون اللي غيمثل المغرب الحاجه الاولى في الفيديو هضرت مع الياس الملكي مزيان زعما انه هو اللي مشرف ستريمينغ المغرب هو اللي شحال من حاجه راه فريمون هادشي باش توصل لهاد النيفو تكون عندك واحد ابل مع جيرارد بيكي مباشره راه ماشي ساهله باش نكون واضح راه خونا راه كانوا كيعرفوا زعما الدراري ديال 2017 ها واقف قدام بويول فهمتوا رونالدو كيجري كلاسيكو. المهم كانت الكره بحلاوتها في ديك الايام. ما علينا ابل مع الياس الملكي شفتو هضر معاه بواحد الطريقه اللي مزيان. المهم اللي بغى يعرف البلان كامل غيمشي للفيديو اللي لتحت زعما اللي قبل من هذا غيجبر كلشي هو واحد البلان بنادم ما حملنيش كاني دويت مزيان بديك الطريقه زول ابوني كنمشي نشوف باجات اخرين كنجبر لي كومونتير حتى شوف شكون اللي غيصرف في المغرب تشوف صاب انت شنو داير ما داير حتى وزه شارط التليفون كتفرج كتشوف الناس كيوصلوا بوان فينال فهمتي دير شي حاجه في حياتك اللي الناس تقدر تهضر عليك ولا بينك وبين راسك عاد قول شكون اللي غيمثلنا فهمتي والله انت مشي على السط او لا انت مشي هضر مع بيكي ولا مشي تدخل في هذا شارك نتحدك تشارك انا غا في هذا الدوري هذا شوف والله يعني باش نكون واضح الدوري اصلا شكون اللي كيجي له يمين لامل جالو اغويرو جالو كاسياس ديجا حصل مع شي فرقه هنا. المهم بزاف ديال النجوم الدراري اللي جاونا الدوري هذا ولعبوا في هذا الدوري هذا كان عندهم يد في هذا الدوري هذا ابار بيكي متراسو يعني كاين الدوري عنده واحد الاسم كبير في اوروبا باش نكون واضح يعني الدراري ما تكونوش حق هذا شامبو بلان خليو داكشي للدريات ما عجبكش اخر وصال صافي بلا ما تكومونتي بلا ما تبين داك الحقد ديالك شامبو بلان هذه اهم حاجه حيت ما عجبنيش هاد التصرفات في حال هادو اللي كنشوف الدراري بالرجوله عليها خرجنا نهضر عليهم في فيديو هذا ما كان
وغنوريكم الدراري دابا فاش كان جيرار بيكي الدراري قدم إلياس المالكي في واحد شو، كان واحد ستريمر تا هو اللي كبير ديالو بصح في اسبانيا، ستريمر اسباني ولا الدراري ستريمر هذا اللي كان حدا إلياس المالكي. المهم دابا غتشوفوا كلشي. لا بينفينيدا، شوف الدراري دابا باش نشرح لكم واحد اللعيبه هنا. هذه واحد الشاشه اللي ظهر فيها إلياس المالكي، ها هو الراس ديال إلياس المالكي دابا هنا كيغطي عليها. المهم ها هو إلياس المالكي هنا، وهذا احسن ستريمر اسبانيولي فهمتوا بلا خونا. الارقام راه هارب باش يكونوا واضحين، يعني شكل سير الموندو كينجز على كينجز وورلد كاب نيشنز و luego preguntarle qué se siente ya conocer a sus primeros dos jugadores. Sí, sí, te escucha. Ah, واضح. السلام عليكم إلياس. السلام عليكم. مترجم واضح الملاعبي ديال إلياس اللي اختار يلعب مع المغرب، يعني كيشرف في بلاده، وكان كيلعب قبل مع واحد فرقة اسبانيولية متما. سلام. كدير بخير. الحمد لله. اخبارك؟ الدارجة المغربية فوسط اسبانيا الصاف، فوسط كينغز ليغ، كدار كينغز ليغ، شكون اللي كيدخل له؟ انا الحمد لله. شكرا لك. كاين شي مشكل؟ ياسين دابا هو تا الصوت كيتعاود، قال لهم كاين شي مشكل ياسين، فهمتي؟ تخيل الدراري انت في اللايف الصاط فوسط كينغز ليغ، هو ياسين اجا عاود لي هادشي هذا. لا لا كنسمعك. ¿Qué está pasando, Nadir? Nos dice que si hay algún problema. Cambio. Ah, vale, que está teniendo que un poquito de delay, puede ser. كنسمعك. قلت لكم شكرا. نادر وفات قبل ما تلعبوا معنا وغتعطيو الاضافه ان شاء الله. ان شاء الله. غنزيدوا شي لعابه. سابقين دوليين كيلعبوا مع المنتخب المغرب ديال المغرب. وباش غنجيو باش نديو الكوب ان شاء الله. خونا عفو يا صاحبي، خونا عفو كيضرب واحد العفويه لا يمكن ان شاء الله. وانا تا يتيمو كي نوصا لاس غراسياس امي فواد بور اليكسيون دي او بي كدري كان قال حتى هذا كان غير تقديم ديال إلياس المالكي كفرقه ديالو اللي هي مروكو، اي الشعر ديالو غير كون سو سيليكسيون اي نادا كي تاغو موتشا غاناس دي امبيزار يا اي انتنتار ganar el mundial, que es también lo que queremos jugar yo. Nos dicen de realización que justo aplausos para el presidente de Marruecos, para Nadir y para Fuad, nuevos jugadores de la selección marroquí. Nos decían de realización que antes de entrar, justo cuando vosotros dos habéis anunciado la decisión, estuvo muy contento, tuvo una muy buena reacción. Dile bueno, que... es que tiene 36.000 personas en Kick ahora mismo. Drake me ha hecho buena que no que se ha dado live, día el stream, día el mail que Drake ha hecho en fe. جبروا لي 39 كا دري باش شوف قدرت تبان لكم واحد الرقم عادي، ولا باش طلعوا في ستريم كون ستريمر رقم صعيب بصح فهمتوا بلان، يعني لحد الان باقي ما كاينش داك الارقام ديال 100 كا كيتفرجوا في اللايف وداك الشيء عليه. إلياس مادري فيرانو لا ديسيسيون ديالهم دوز. كوانتس؟ 36 كا شحال؟ 36000 ان مينيت كي ديسي؟ رو اسكوتشادو un millón que repita dice un millón out si le gusté Biden me da más gerat pick قال لهم بغيت نهضر مع جيرارد بيك، وقفهم قال لك اهضر وقفهم، قال لهم بغيت نهضر مع جيرارد بيك. سي كي نهضر كونتيغو ان شاء الله. يا كريستيانو يا نادير يا كي vas a jugar ahora que te vea, o sea, si quiere ver el partido que viene a continuación. Elias, بغيت نقول لك دابا عندي الماتش دابا في 9:30 هنا في اسبانيا. Estamos viendo la celebración. قعدوا الدراري في وسط لايف كيعدلوا معايا. Reaccionó. Esa fue la reacción al anuncio de Nadir y de Fuad El Amrani. La rana Gustavo ha vuelto. Así de contento. Bueno, ahora en este interín le voy a pedir a Jaume porque va a preparar el partido del barrio contra Porcino, se lo va a narrar, así que le permitimos liberarle. Y sí, nos quedamos con esta última reacción. Invítale justamente ahora que bueno, te escucha en tu debut, en tu partido con el barrio. Elias, veis un contacto en el match, 9:30, la abriste para que te farras fía, en shuf, 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 en shuf,
parece. Dice que va a hacer un directo también reaccionando a nuestro partido. Ah, guay, perfecto. O sea que el barrio por sí no se va a ver en Marruecos y en Marruecos, todo el mundo árabe, ¿no? Totalmente, o sea, trending topic el barrio, tiene cojones la cosa. ¿Quieres preguntarle algo a Ilias, tú como presidente de la Kings, Uriol, como tren directivo? Es que el tema es complicado, o me traduce, sí, sí, yo creo que el inglés tampoco lo domina mucho. La verdad que no sé qué preguntarle, le paso a Uri. Pasa palabra, va. Simplemente que le dé la bienvenida de nuestra parte, de parte de todo el mundo Kings, que queda todavía 3 meses para el Mundial, pero que hay mucho trabajo por hacer, que se prepare y que ya poco a poco irá aprendiendo cómo funciona esto. Bueno, Ilias, قالولك مرحبا Kings League هنا في اسبانيا. و bueno, باقي 3 شهور بحق بغاو يقولوا لك باقي بزاف الخدمه باش نعملوا باش نلحقوا حتى شهر واحد. بجهد الله كل شيء غيتقاد وفي شهر واحد غنكونوا تما وغنجيو غنديو الكاس ان شاء الله. ان شاء الله. هذه فيك هذا هجمو. كي todo bienvenido, que nada, que muchas gracias a vosotros también y que nada, que va a comenzar a trabajar y a prepararse para el mundial y que si Dios quiere pues ganaremos el mundial. Dile que esto es la Porcinos League, que ya se sabe que hoy va a ganar Porcinos, díselo, prepáralo y que bueno, que claro, se vaya acostumbrando porque en España va a ganar España en el mundial, que va a ganar España, dile. Dale que en la Kings League España es una Porcinos League, cerca de Eli. و قال لي واش دراسك باش في مونديال على شملهم اسبانيا واسبانيا قال لك هو اسبانيا اللي تغلب مونديال لا قول لي المغرب نو dice que no que te quites la idea que قال له لا شاف زياري على الاقل بنادم خصو يضرب واحد الاحتياره وقال له لا قال له المغرب شاف ما عرفش هو تمام كابريالو سكابريالو le echo puta gracia al tema que era una broma que no sé si va. Pues muchísimas gracias Nadir, Fuad y por supuesto a Ilias, el nuevo presidente. Bienvenido, aplausos. Bravo. Para todos los protagonistas. Welcome Ilias, welcome inshallah. Pues ya tenemos aquí a Gerard. شوف الجمهور الدراري شوف اغلبيه الجمهور هنا اسبانيولي ما عجبهمش علاش المغرب دخل في الكينكس ليج بالروج باين حتى واحد ما صفق قليل اللي صفق قاوي اوريول يا بيكي y hay que preguntar a los demás presi de España que están conectados sobre esta. Tenemos a DJ que se habrá quedado del partido, a Gref, alguno. هاد الحركه هادي ملي كيكون ما بقى زعما ما بقى له ما يقول فهمت كيبقى حشمان تما كيبقى يمشي زعما بحال انا ماشي مسالي لكم صافي ساليت معاكم الشتيمه los precis y posibles reacciones, pero vamos primero con Romero que lo tenemos aquí. Gerard, esperabas que los dos, no uno, los dos decidieran ir con Marruecos al final. Yo creo اللايف الدراري ديال البارح كان العرب والرجوله وهادشي هذا شرف المغاربه كاملين. بغيتي ولا كرهتي باش تكون واضح, الا ما بغيتي خصك تبدل داك الباسبور تخدع خصك فيه عند شي واحد اخر وسط. دابا كتشوفوا كان هذا هو الفيديو, لا عجبكم تمنى تابونوا دابا راه مخلوا داك اللايك فعلوا زوار الدراري. خليكم دابا يلاه.